الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في التحذير من هذا التبرك الذي جاءت الشريعة بمنعه، والتحذير منه وعده من أعمال الجاهلية ومن ضروب الشرك. وقوله رحمه الله: باب من تبرك. من هذه اسم شرط، وجوابها محذوف دل عليه السياق. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، الجواب محذوف لكن السياق يدل عليه، يعني السياق من في الأدلة التي ساق الآية والحديث يدلان على جواب الشرط. فكأنه رحمه الله تعالى ترك ذكر جواب الشرط ليستفيده القارئ من الأدلة مباشرة. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، أي فقد أشرك، أي فقد أشرك، هذا هو جواب الشرط المحذوف. وقوله ونحوهما، يعني نحو الشجرة والحجر، مثل المغارات في الجبال أو الزوايا أو القباب أو أي بقعة أو موطئ القدم أو أشياء من هذا القبيل. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقوله جل وعلا: أفرأيتم، الاستفهام هنا استفهام إنكار على المشركين عبدة الأصنام والأوثان التي اتخذوها معبودات من دون الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم، أي أخبروني عن هذه المعبودات اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هل نفعت أو ضرت؟ هل يتجلب نفعا أو تدفع ضرا؟ وهم لما يسألون عن ذلك يقولون لا، يقولون لا، مثل ما في الآية التي سبق أن مرت قريبا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى هل فيها جلب نفع أو فيها دفع ضر؟ أيوة الحال أنكم تعلمون أنها لا تملك ذلك وتقرون أنها لا تملك، وأن الذي يملك النفع والضر والعطاء والمنع والخفض والرفع هو رب العالمين. وإذا قيل لهم لما إذن تصنعون بها هذا الذي تصنعون من الذل والعبادة والتبرك وغيرها، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. في الآية الأخرى قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني إنما اتخذناهم شفعاء، شفعاء أي يقربون إلى الله كما في الآية الأخرى. واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى هذه أكبر الأصنام التي اتخذها العرب في الجاهلية، أكبرها وأعظمها شأنا عندهم، ولهذا خصت بالذكر. وإلا الأصنام التي اتخذوها كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة كسر أصناما كثيرة جدا كانت في مكة، فالأصنام كثيرة، لكن هذه الثلاث خصت بالذكر لأنها أكبر الأصنام والأوثان المتخذة في الجاهلية، فلذلك نص عليها بأعيانها بأسمائها اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وأيضا الفتنة في هذه الأصنام الكبيرة المشهورة عندهم كانت أشد، والتعلق بها كان أعظم، فلأجل ذلك كله خصت من بين غيرها من الأصنام في هذا المقام، مقام قبحها وفسادها. وإذا كانت هذه أعظمها وأكبرها عندهم بهذا القبح فأيضا ما لم يذكر هو مثلها في القبح والفساد لا يختلف عنها. قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم اللات، أفرأيتم اللات والعزى، قرئت بالتخفيف والتشديد أي للتاء، قرأت أكثر القراء فرأيتم اللات والعزى، اللات والعزى. وأيضا من القراءة العشرية أفرأيتم اللات والعزى. وعلى القراءة الأولى أفرأيتم اللات والعزى يراد باللات هذه يراد بها صخرة، صخرة كان رجل يلت عليها السويق، يلت عليها يعجن عليها السويق ثم يقدمه للحجاج، فعظمت هذه الصخرة بعد موته وعظم هو أيضا. وهذا التعلق الآن بالبقاع والأشخاص، عظمت الصخرة كما في قراءة اللات، وعظم هو اللات أي الرجل الذي يلت على القراءة الأخرى، اللات يعني الرجل الذي كان يلت السويق للحجاج، لما مات عكفوا على قبره تعظيما له. وهذا فيه أن تعلق القلوب بالصالحين قد يقع إلى حد الانحراف والفساد إذا لم يضبط بماذا؟ بضابط الشرع. المحبة إذا لم تضبط بضابط الشرع ينفلت الإنسان إلى أعمال شنيعة وأعمال مصادمة لشرع الله سبحانه وتعالى، ليس عنده فيها إلا المحبة لكنها محبة غير منضبطة. المحبة إنما تكون نافعة إذا ضبطت بضابط كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وقوله سبحانه والعزة، العزة هذه شجرة، العزة هذه هذا اسم شجرة، شجرة من السمر، وكانت بين مكة والطائف في منطقة بين مكة والطائف، وكانت قريش تعظم هذه الشجرة وتقصدها. وفي معركة أحد ماذا كان يقول أبو سفيان؟ لنا العزة، كان يقول لنا العزة ولا عزة لكم، ما عندكم عزة، من تعظيمهم لها، تعظيمهم لها الذي نشأوا عليه في الجاهلية. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ردوا عليهم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. هذا فيها الله مولانا، فيه أن الله سبحانه وتعالى مولى كل موحد، الله جل وعلا مولى كل موحد. اقرأ في الآية الثانية بعد آية الكرسي في سورة البقرة ما يدل على هذا المعنى، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذه الشجرة لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة بعث خالدا رضي الله عنه، خالد بن الوليد، فقطع تلك الشجرة وهدم البيت الذي كان حولها. وأما منات فهذا كان صنم في منطقة بين مكة والمدينة، هو إلى مكة أقرب جهة قديد، وأيضا هو من الأصنام التي كانت تعظمه خزاعة والأوس والخزرج، وكانوا إذا أرادوا الحج من المدينة يهلون من عند هذا الصنم، يهلون بالحج من عند هذا الصنم، يهلون من عنده بالشرك، بالشرك بالله سبحانه وتعالى، يبدأون حجهم من عند صنم مهلين بالشرك بالله عز وجل. وجه دلالة هذه الآية على الترجمة، من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وجه ذلك أن المشركين لما كانت عبادتهم لهذه الأصنام الثلاثة وغيرها بالتفات قلوبهم إليها رغبة في بركة ينالونها من جهتها، ولهذا سيأتي معنا أن كان لهم شجرة يعلقون بها أسلحتهم، يطلبون بركة من جهتها فيعلقون عليها الأسلحة، فصارت بذلك أوثانا تعبد، صارت أوثانا تعبد، فصارت تبرك بالشجر والحجر ونحوهما مثل ذلك، مثل ذلك أي من الشرك بالله سبحانه وتعالى. والبركة إنما تطلب من الله وبالسبيل الذي عينه الله، وبالسبيل الذي عينه الله لعباده لينالوا به البركة، فالبركة تطلب من الله، وجعلني يقول عيسى مباركا، البركة من الله، هو الذي يجعلها، هو الذي يتفضل بها، ومن أرادها يطلبها من الله، تطلب منه سبحانه وتعالى. ولهذا تأتي في الأدعية يأتي السؤال، سؤال البركة من الله، مثل الزوجين اللهم بارك لهما وعليهما، هذا لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فلما كان جنس عمل من يتبرك بشجر أو حجر أو نحوها من نفس جنس عمل المشركين اشترك في الحكم، اشترك في الحكم. نعم. قال رحمه الله: عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر،
وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، اسمه الحارث بن عوف، وكان إسلامه وجماعة آخرين يعنيهم بهذا الحديث كان يوم الفتح، فتح مكة، وبعد الفتح اتجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين فكانوا معه، وهم حدثاء عهد بالإسلام، يعني أسلموا حديثا، أسلموا مباشرة ما ذهبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين. فيقول أبو واقد رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، ونحن حدثاء عهد بكفر. هذه الكلمة ذكرها كأنه يقدم العذر للخطأ الذي وقعوا فيه، أو سبب الخطأ الذي وقعوا فيه، وأنهم حدث عهد بجاهلية، حدث عهد بكفر. ومعنى حدث عهد بكفر أي عهدهم حديث بالكفر، أي قريب، أي أنهم أسلموا حديثا. ومن المعلوم أن الشخص الذي يكون قد أسلم حديثا يفوته كثير من تفاصيل الإسلام، وربما أشياء من التي عالقة في ذهنه في جاهليته يظنها حسنة طيبة، قد يظن أن الإسلام لا ينافيها وأنها لا تتنافى مع الدين. بسبب ماذا؟ بسبب الأشياء التي عالقة في ذهنه من الجاهلية. مثل ذلك تماما لو أن شخصا عاش حياته كلها في البدع، ونشأ البدع ودرس البدع وعلم إياها، ثم هداه الله إلى السنن ووفقه للسنة، قد يقول لبعض أصحابه أوصيكم بكذا ويكون بدعة، قد يقول لبعض أصحابه يقول أوصيكم بكذا هذا عمل طيب وهو بدعة، لكن لكونه حديث عهد ببدعة وبدع واهتدى قريبا ولم يعرف تفاصيل الشريعة يفوته. ولهذا أيضا بعض العلماء الكبار الذين تابوا من بعض البدع الكبيرة ورجعوا إلى السنة وألفوا مؤلفات بعد الرجوع للسنة، تجد في مؤلفات بقايا من أشياء يعني هي باقية في أذهانهم، ما تخلصوا منها مترسبة من النشأة والدراسة التي نشأ عليها. فيقول أبو واقد رضي الله عنه نحن حدثاء عهد بكفر، كأنه يشير إلى سبب الخطأ الذي وقعوا فيه مما سيذكره الآن في هذا الحديث. قال وللمشركين سدرة، سدرة أي شجرة من السدر، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. يعكفون عندها، ما معنى العكوف؟ يعكفون عندها العكوف اللبث في المكان طويلا، العكوف اللبث والبقاء في المكان طويلا على وجه التعظيم للمعكوف عنده، على وجه التعظيم للمعكوف عنده. فكانوا يعكفون
عند هذه الشجرة يعني يقفون طويلا على وجه العبادة والتعظيم والتبرك بها، ولذلك كانوا مع العكوف ينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون أسلحتهم على الشجرة، أسلحتهم التي سيستعملونها للقتال. وبظنهم الجاهلي أنهم إذا علقوا هذه الأسلحة على الشجرة ينزل عليها من الشجرة بركة فتكون قوية في القتال، ينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون الأسلحة على الشجرة لتنالها بركة من الشجرة، لتنالها بركة من الشجرة، ينوطون بها أسلحتهم. يعني مثل هذا الصنيع لما يأتي بعض الناس في الأزمنة المتأخرة إلى مكان معظم فيأخذ بعضهم عمامته ويمسحها في المكان أو يلصقها في المكان ثم يأخذها ظنا منه أنها يحصل فيها بركة بهذه الطريقة. العمل نفسه هو هذا الذي جاء في قوله ينوطون بها أسلحتهم. ولما كان نوط الأسلحة بها كثيرا، أي تعليق الأسلحة بها كثيرا، كانوا يسمونها ذات أنواط. جاءها الاسم من ماذا؟ كثرة ما يعلق عليها من الأسلحة، كثرة ما يعلق عليها من الأسلحة يطلقون عليها ذات أنواط. جاء في السيرة لابن إسحاق رواية لهذا الخبر يقول: كانت لقريش شجرة خضراء عظيمة يأتونها كل سنة فيعلقون عليها أسلحتهم ويعكفون عندها ويذبحون لها. مروا بتلك الشجرة، ثم بعد ذلك مروا بسدرة، شجرة أخرى في الطريق رأوها ولعلهم أعجبتهم كبرها وهيئتها، مروا بسدرة فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة، خصص لنا شجرة، عين لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا مثلهم، مثل ما عندهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أي سألوه أن يجعل لهم شجرة مثل تلك الشجرة يتبركون بها مثل ما يتبرك بها أولئك، يتبركون بها كما يتبرك بها أولئك، ويعلقون عليها أسلحتهم ويعكفون عندهم. لماذا قالوا ذلك؟ هل كانوا على علم أن هذا عمل مصادم للشريعة ويطلبونه؟ هل هم على علم أن هذا شرك ينافي التوحيد الذي دخلوه ويطلبونه؟ لا، قالوا ذلك يظنون أن هذا شيء محبوب عند الله لأن حدث عهد بجاهلية. هذا الكلام لا يقوله السابقون الأولون، من المهاجرين والأنصار من رسخت أقدامهم في الإيمان والتوحيد والسنة والمعرفة، لكن هو يعتذر، هو يبين السبب، سبب الوقوع في هذا الخطأ الذي حصل أنهم حدث عهدهم حديث بالجاهلية، قريب بالجاهلية. قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، سألوا أن يجعل لهم شجرة مثلها يتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم، يظنون أن هذا العمل محبوب عند الله، مرضي عنده، لا يخالف شرعه، ولا يمكن أن يظن بهم أنهم قالوا ذلك على علم بأنه مخالف للشرع ويريدون مخالفة النبي
عليه الصلاة والسلام. قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وفي رواية: سبحان الله. الله أكبر وسبحان الله في مثل هذا المقام تقام على وجه التعجب، تقال على وجه التعجب والتعظيم والتنزيه لله عن هذا الذي يقال. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام: الله أكبر، أي الله أجل وأعظم من هذا الذي تقولون ومن هذا الذي تطلبون. وقوله سبحان الله أي تنزه وتقدس عن هذا الذي تطلبون. قال: الله أكبر، إنها السنن، إنها السنن. مقصود بالسنن أي السنن الباطلة المذمومة الجاهلية، إنها السنن الباطلة المذمومة الجاهلية. السنن، السنن بضم السين أي الطرق، هذه سنن يعني هذه طرق الجاهلية، طرق الباطل، التي في الآية يقول الله عز وجل: ولا تتبعوا السبل. السبل الضالة الباطلة كثيرة، هذه واحدة من السنن الباطلة والطرق الباطلة. ومقصود النبي عليه الصلاة والسلام إنها السنن، إنها السنن أي المحاكاة والتقليد، السنن المحاكاة والتقليد لمن كان قبلكم، تقلدون من كان قبلكم في جهلهم وباطلهم وضلالهم. إنها السنن. مما استفاده العلماء من قول النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر، كذلك قوله في الرواية الأخرى سبحان الله، أن هذا يستحب أن يقوله المسلم عندما يسمع قولا باطلا، ولا سيما فيما يتعلق بجناب الله سبحانه وتعالى من الأخطاء التي تتعلق بربوبيته أو أسماءه أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه أو شرعه. إذا سمع باطلا يقول سبحان الله، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقول الله أكبر أي أعظم وأجل. قال: قلتم والذي نفسي بيده، يحلب بالله سبحانه وتعالى، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، قال: إنكم قوم تجهلون. قوم موسى بنو إسرائيل متى قالوا هذه الكلمة لموسى؟ والله تعجب لما تستحضر الوقت الذي قالوا فيه هذه الكلمة. والآية في سورة الأعراف: ولا أذكر مرة مررت على هذه الآية وأنا أقرأ إلا وأتعجب، غاية العجب من الوقت الذي قالوا فيه تلك الكلمة. بنو إسرائيل في العذاب العظيم الذي حصل لهم من فرعون وتسلط عليهم، استحيا نساءهم وقتل أبناءهم وفعل فيهم العظائم، ثم لما أمر الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام أن يخرج بقومه، فلحقهم فرعون وجنوده وعتاده حتى وصلوا إلى البحر، حتى وصلوا إلى البحر. قالوا: إنا لمدركون، يعني البحر أمامنا وفرعون وعتاده وجنوده وصل، ها هو يرانا الآن والبحر أمام، ما عندنا طريق ولا عندنا مفر، هلكنا. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين.
فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. انتبهوا، البحر أمامهم والعدو وصل، فرعون، وأمره أن يضرب البحر، فالماء السيال وقف مثل الجبال، نفس لحظة الضرب ضرب البحر الماء وقف مثل الجبال، جبال مياه واقفة، والأرض يبس التي كان فيها طين وحل أصبحت أرضا يبسا، ومشى موسى وقومه في هذه الأرض اليبس، فأتبعهم فرعون وجنوده، أتبعهم فرعون وجنوده. لما خرج تكامل موسى عليه السلام وقومه خروجا، وتكامل فرعون وجنوده دخولا، أمر الله البحر أن يعود كما كان، فهلكوا أجمعين هلاك نفس واحدة. تأمل قول موسى لهم التوحيد، إن معي ربي سيهدين، معي ربي سيهدين، وأراهم الله هذه الآية العظيمة التي جعلها الله نجاة لهم من موت، فخرجوا وهلك، رأوا البحر أطبق على فرعون وجنوده وهلك، وهم يرون هذا الإطباق للبحر هلاك نفس واحدة. اقرأ بعد هذه النجاة قوله سبحانه وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا. الفاء تفيد ماذا؟ ما قال ثم أتوا، يعني بعد مدة طويلة وزمان طويل، قال فأتوا على قوم يعكفون أصناما لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. والله عجيب هذا، والله أنتم الآن قريبا رأيتم آية الله العظيمة، وإن جاء أهل التوحيد والالتجاء إلى الله والإخلاص إلى الله، وعلى الفور تطلبون الشرك. مر معنا قول إبراهيم الخليل: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، في ضمن دعائه له ولبنيه أن يجنبهم عبادة الأصنام. فقال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه حال هؤلاء بمقولتهم بحال من؟ بحال قوم موسى بمقالتهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إنكم قوم تجهلون. ثم قال عليه الصلاة والسلام على وجه النصح والتحذير لهم وللأمة أجمع، قال على وجه النصح والتحذير: لتركبن سنن، وفي رواية سنن من كان قبلكم. هذا مثل قوله في الحديث الآخر: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني مهما فعلوا سيوجد في الأمة من يفعل مثلهم. هذا خبر لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا خبر وهو من أعلام النبوة، خبر لأمر سيقع، وأيضا هو في الوقت نفسه على وجه ماذا؟ نعم، تحذير، خبر على وجه التحذير، يخبر ويحذر، انتبهوا هذا سيقع فانتبهوا احذروا من أن تقعوا في ذلك، نصحا للأمة. لتركبن
سنن بالضم الطرق، طرق من كان قبلكم، وسنن بالفتح على الإفراد، والمفرد أيضا إذا أضيف يفيد العموم. وهذا الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام وقع وركب من ركب طريق من كان قبلنا شبرا شبرا ذراعا ذراعا، قال حتى لو دخلوا جحر ضب. جحر الضب يتميز أو يختلف عن بقية الزواحف التي تبني لها جحورا في الأرض أنه متلوي، حتى إن الذي يريد أن يصطاده ما يصل إليه بسهولة. غالب الزواحف تحفر حفرة مستقيمة تمشي مسافة في الأرض على الاستقامة، لكن الضب متلوي، يعني حتى لو فعل أمور متلوية معقدة شائكة سيوجد في الأمة من يتبع سننهم، أي يسلك طريقهم. يقول ذلك عليه الصلاة والسلام على وجه النصح والتحذير للأمة من ذلك. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النجم. نعم، تفسير آية النجم وقد تقدم معنا. قال رحمه الله: الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. صورة الأمر الذي طلبوا، يعني هؤلاء الصحابة الذين هم حدث عهد بكفر، صورة الأمر الذي طلبوا أنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها، مثل ما أن للمشركين شجرة يتبركون بها. قال رحمه الله: الثالثة كونهم لم يفعلوا. نعم، يعني هم الآن الذي حصل منهم مجرد طلب، ما فعلوا، ما باشروا هذا الأمر ولا فعلوا ولا اتخذوا من أنفسهم مباشرة شجرة يعكفون عندها، وإنما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام. فكونهم لم يفعلوا، ما فعلوا ذلك، وإنما قالوا اجعل لنا فقط، ومع ذلك قال: قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولما نهاهم امتثلوا وعرفوا أن هذا باطل. نعم. قال رحمه الله: الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. نعم، وهذا هو الظن بهم، يعني الظن بهم أنهم لما طلبوا هذا الطلب ظنوا أن هذا أمر محبوب لله، وإلا لو كانوا على علم أن هذا أمر يسخط الله وأنه باطل وضلال ما يطلبونه أصلا، لكن لكونهم حدث عهد بكفر كانوا يظنون أن هذا الأمر محبوب إلى الله. وهذا أيضا يوضح لنا أمر، وهو أن كثير من أعمال الجاهلية التي هم متلبسين بها يظنونها ماذا؟ يظنون أنها محبوبة إلى الله، وأن الله عز وجل يحب تلك الأعمال منهم. وسبب ذلك أن عقولهم تلوثت تلوثا تاما بالجاهلية، فأعمتهم عن إبصار الحق ورؤيته. نعم. قال رحمه الله: الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. يعني هؤلاء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابة وقع منهم هذا الجهل، فكيف بإنسان أصلا ما درس التوحيد، فكيف بإنسان أصلا بلده لا يعرفون التوحيد ولا يدرسون التوحيد، فكيف إذا كان أصلا بلده فيه أئمة باطل؟ قال عنهم عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال رحمه الله: السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. نعم، الصحابة لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، لأن الله عز وجل شرفهم بالصحبة وشرفهم بالنصرة وشرفهم بلقي النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ عنه، وهم الداخلون دخولا أوليا في قول الله: كنتم خير أمة أخرجت الناس، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. نعم.
قال رحمه الله: السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذرهم مباشرة، شبه قولهم بقول قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وغلظ عليهم القول عليه الصلاة والسلام. وأشار المصنف رحمه الله أن تغليظ الأمر بثلاثة أمور كلها تفيد التغليظ: أولا التكبير، وفي رواية التنزيه سبحان الله، وثانيا قوله إنها السنن أي الطرق الباطلة، وقوله لتتبعن سننا أي طريق من كان قبلكم. نعم. قال رحمه الله: الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل. عندك أن الأمر الكبير؟ نعم، كذا في النسخ ولا بدون؟ ما أشار الفرق، ها؟ لم يشر الفروقات عندنا. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم. نعم. قال رحمه الله: التاسعة أن نفي هذا من معنى لا ما زلنا في الثامنة. الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل. نعم، يعني المسألة الثامنة الأمر الكبير أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن طلبهم الذي طلبوه منه هو نفس الطلب الذي كان من بني إسرائيل، يعني عندما قالوا لنبيهم موسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا يقصد منها المصنف التنبيه على شيء، أن الشرك ولو غير مثلا غيرت أسماؤه وبقيت حقيقته وهو شرك. العبرة بماذا؟ بالحقائق. العبرة بالحقائق. ولو أن إنسانا جاء بشرك حث الناس عليه ولم يسميه شركا، سماه توسلا أو سماه شفاعة أو أي اسم من الأسماء، العبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق. فإذا لما كانت الحقيقة واحدة، اجعل لنا ذات أنواط مثل اجعل لنا إلها، شبه فعلهم بفعلهم. وإن اختلف اللفظ هنا اجعل لنا ذات أنواط، هناك اجعل لنا إله، لكن الحقيقة واحدة. إذن العبرة في الأمور الحقائق، العبرة في الأمور الحقائق. نعم. قال رحمه الله: التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. نفي هذا، الإشارة بهذا إلى التعلق بشجرة أو حجر تبركا أو عكوفا أو نحو ذلك، نفي هذا من معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله فيها ماذا؟ نفي وإثبات، إثبات للتوحيد ونفي لهذه الأمور. فإذا نفي هذا هو من معنى لا إله إلا الله، من معنى لا إله إلا الله نفي الشرك بكل صوره وكل أشكاله وجميع ألوانه. نعم. قال رحمه الله: العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة، لقوله في هذا الحديث: والذي نفسي بيده. نعم. قال رحمه الله: الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. الشرك فيه أكبر وأصغر، والوسائل التي وسائل الشرك التي لا يصل فيها المرء إلى المباشرة الذي هو الشرك الأكبر تكون من الشرك الأصغر، فهؤلاء لم يفعلوا وإنما قالوا اجعل لنا، قالوا اجعل لنا. هذا الطلب هو وسيلة. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيده،
كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، صار قد شبه القول بالقول، صار النبي عليه الصلاة والسلام شبه قول هؤلاء بقول أولئك، ونبينا عليه الصلاة والسلام أنكر على هؤلاء مثل ما أنكر موسى على أولئك، وموسى أنكر عليهم ورجع أيضا شرح لهم التوحيد الذي كان بينه لهم مرارا وتكرارا، رجع شرح لهم التوحيد، سمعتم شرح موسى للتوحيد، قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا شرح للتوحيد وحججه وبراهينه. قال الشيخ أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، لم يرتدوا بهذا لأنهم لم يفعلوا، وإنما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم ذلك، فبين لهم أن ذلك باطل ولا يجوز فتركوا ذلك. نعم. قال رحمه الله: الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، فيه أن غيرهم يعني من السابقين الأولين ومن المهاجرين والأنصار لا يجهلون ذلك، فرق بين من رسخت قدمه في الإيمان والعلم والتوحيد وبين من هو حديث عهد. نعم. قال رحمه الله: الثالثة عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافا نعم. لمن كرهه. نعم، ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، فعند التعجب أو إنكار أمر عظيم يقال الله أكبر أو يقال أيضا سبحان الله كما في الرواية الثانية. قال رحمه الله: الرابعة عشرة سد الذرائع. سد الذرائع لأن النبي عليه الصلاة والسلام بادرهم بالإنكار، بادرهم بالإنكار سدا للذريعة وبين لهم خطورة هذا الأمر، هذا كله سد للذريعة أن يفعلوا ذلك أو يقعوا فيه. نعم. قال رحمه الله: الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. نعم، لما نهاهم عن اتخاذ ذات أنواط مثل ما كان يفعل أهل الجاهلية تضمن ذلك النهي عن أفعال الجاهلية الباطلة، وأيضا في قوله إنها السنن. نعم. قال رحمه الله: السادسة عشرة الغضب عند التعليم. نعم، لأن فعلهم هذا أغضب النبي عليه الصلاة والسلام وكبر معظما لله سبحانه وتعالى منزها له سبحانه عن ذلك القول الباطل. نعم. قال رحمه الله: السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. هذه الكلمة إنها السنن يؤخذ منها قاعدة كلية جامعة عظيمة، ما هي؟ كل عمل من أعمال أهل الجاهلية فهو باطل، كل عمل من أعمال أهل الجاهلية فهو باطل. إنها السنن، من مقصود إنها السنن؟ أي الباطلة، هذا مقصود إنها السنن أي الباطلة، السنن أي الطرق الباطلة المذمومة. فإذا يؤخذ من قوله إنها السنن قاعدة كلية، ما هي؟ كل عمل من أعمال أهل الجاهلية فهو باطل، فهو مذموم. نعم. قال رحمه الله: الثامنة عشرة أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. أن هذا علم من أعلام النبوة، أي في قوله لتركبن سنن من كان قبلكم، هذا إخبار عن شيء سيقع في المستقبل فوقع كما أخبر، إذن هذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله تعالى به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. هذه أيضا فائدة عظيمة، يقول الشيخ أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، أنه لنا أي أنه لنا من جهة أننا نحذر من ذلك،
يعني الله عز وجل يحكي عنا، يحكي لنا أو يخبرنا سبحانه وتعالى بأفعالهم في القرآن ليس لمجرد معلومات نعرفها وأشياء نطلع عليها، وإنما أن نحذر، لا سيما وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال رحمه الله: العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. ثم ذكر الفائدة العشرون، قال أنه متقرر عندهم يعني عند هؤلاء الصحابة مع أنهم أيضا حدث عهد بكفر، متقرر عندهم أن العبادة مبناها على الأمر، أي على التوقيف، الأمر على التوقيف يعني على الشرع، بدليل أنهم ما ذهبوا مباشرة إلى تلك الشجرة وعلقوا عليها أسلحتهم، بل جاءوا إلى النبي، لأن الأعمال مبناها على التوقيف، لابد من بناء للعمل على الشرع، وهذا من توفيق الله لهم، هذا من توفيق الله لهم وإرادة الله سبحانه وتعالى الخير بهم، لهم جاءوا للنبي ما ذهبوا مباشرة، لما رأوا الشجرة ما اتجهوا إليها مباشرة، هذا من التوفيق، سلمهم الله، مع أنهم حدث عهد ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم أدركوا بإسلامهم أن الأعمال الإسلامية مبناها على التوقيف، فذهبوا إليه قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: ففيه التنبيه على مسائل القبر، مسائل القبر ثلاثة: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. من ربك وما دينك ومن نبيك، هذا الحديث فيه التنبيه على مسائل القبر الثلاثة، على مسائل القبر الثلاثة. أما المسألة الأولى توحيد الله، توحيد الله من ربك، فهذا من إنكار النبي عليهم، إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. وأما الإسلام الذي هو الاستسلام والطواعية والامتثال، فهذا يستفاد من مواطن من الحديث، منها سؤالهم ورجوعهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإسلام هو الدين الذي بعث به فيسأل عنه عليه الصلاة والسلام، ففيه أن الإسلام هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي في علم النبوة في الحديث: لتركبن سننا من كان قبلكم، فهذا فيه علم من علام النبوة ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، هذا مستفاد من أولا إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لطلب هؤلاء سنة من سنن من؟ المشركين. وقاس النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطلب بسنة أهل الكتاب، فيقول الشيخ رحمه الله أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، فقول لا تركبون سنن من كان قبلكم يتناول من؟ هؤلاء وهؤلاء. نعم. قال رحمه الله: الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. الثانية والعشرون وهي الأخيرة أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. هو يشير بهذه الكلمة أن من كان حديثا كمن كان حديث عهد بكفر لا يؤمن أن يكون عنده شيء من
البقايا التي لم يصل بعد في الرسوخ في الإسلام إلى ماذا؟ إلى التخلص منها. الحاصل أن الحديث هذا حديث أبي واقد حديث عظيم جدا في هذا الباب، وقد انتظم هذا الحديث جملة من أسباب الوقوع في الشرك، ليس سبب واحد، تضمن جملة من أسباب الوقوع في الشرك. ومما اجتمع في هذا الحديث من الأسباب، أولا حداثة العهد بالدين، وثانيا الجهل، مر معنا في الآية إنكم قوم تجهلون، وثالثا المحاكاة للمشركين وتقليد الأعمى، أيضا رابعا التعظيم للبقاع، اجعل لنا التعظيم للبقاع، وهذه كلها اجتمعت في هذه الأسباب للشرك، كلها اجتمعت في هذا الحديث، حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر ومن الفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا، وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين.
اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.